دولار، يعني ايام ما كانت الدولار كانت تمام على حوالي 455 مليون جنيه مصري. اللي صمم المتحف الفني محمود الحكيم مصري، اللي صمم الحديقه المتحفيه ده مكسيكي. اتفضل يا صاحبي. احنا عرفنا ازاي مش عملت عمليه كسبانة ان الراجل ده توفى بعد العمليه ب 25 سنه، يعني على كده العمليه نجحت، ان انا ما بستغربش ان بصعب بطن امه، وده عشان كده الاحفار بتاخد شكل زي ده. الراس متجه للجنوب وراجل تمثال الملك، لا فوق التمثال ده الملك خفرع بان الهرم الثاني في الجيزه. عسكري من بلاد النوبه لانهم كانوا بارعين جدا في رماية القوس والسهم العرب. ده بيورينا استراتيجيه في بناء الحصون والقلاع المصريه. خد النيل كمحميه طبيعيه، خلف النيل عمل خندق وبلكونات، الخندق 3 متر عمقه وبيملاها بالميه. البلح كان هو الناحيه الاقتصاديه، فهو موجود هنا كل انواع البلح. بعد كده هنا هنا عشان قرايب بعض يكونوا كلهم عاملين. عاملين نماذج تدريب للوجيه كانها كتير جدا واحترام كتير جدا. ده عم العريس مش عم وعمه اللي هو بينصحه عشان ما فيش في ثقافه في حياتها. وده بعض المدعوين والمداحين والاهالي اخواننا على اهم صندوق اسمه الصحاره حضرتك معروف في حدود الصحاره. وده العشره.